تعال عشان تطب ساكت دلوقتي. ايه ده في ايه؟ بالراحة يا أنثى الزرافة، أنت مش عايز تعال. بالراحة. أنا ههرس لك كبدك. أنت عندك أصلا تضخم في الكبد، تعال. أنا لما كنت قاعد هنا. أيوه يا سلام. يا حيوان. اغلط اغلط كما تشاء. أيوه هغلط. حطم أواني الظهر والفخذ. بقول لك إيه؟ لما كنت قاعد هنا كان كلامي واضح جدا. لما قلت اوصف لي فرنسا كان لفتها خرم خرم. انا الاخرام دي ايدي تعباني، الاخرام دي مش مريحاني. انت منفعل قوي. انا منفعل، انا حر في انفعالي. كانت اول محطه في الكفاح والنضال بالنسبه لي يا بروتا. ماشي. باريس وجمال باريس. قول لي جميله في ايه؟ ده انا كان عندي حته بيت على المريوطيه هناك، اسطوره يا بروتا. حكاية مريوطية منك للترعة والناموس في الصيف. ايه مش قادر اقول لك يا بروتا. يا سلام. ولا نيس ولا كان ولا الاقصر والشتا. حد يضرب حد؟ انا عايزه يقف، انا عايز قلبك يقف، يجي لك تصلب في الصوابع. انا كده. ده انا جاي اقعد معاك نص يوم. 48 ساعة وصوتك يعلى. هتقبض علينا حتى 3. قلت لك نفسي اشوف اني كلفش هيقبضني. بقول لك ايه؟ بتدخل الأقصر ليه في فرنسا؟ مش انت اللي بتقول لي وصف لي فرنسا، فبوصف لك محافظات فرنسا كلها. يعني ايه محافظات فرنسا؟ ما انا بوصف. بتحشر الأقصر ليه؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ الخلفيات كلها عندك انت. الأقصر خرجت من فترة. خرجت؟ الأقصر خرجت؟ من فترة طويلة جدا. خرجت ازاي؟ خرجت مع أسوان وإدفو، خدوا بيجو. إدفو؟ خرجت مع ادفو يا بروتا. طيب تعال تعال، انت راجل نجم يا بروتا. افرض طلعت برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك الاقصر فين، ترد كده زي الاهبل تقول في مصر عادي وانت مش عارف؟ تسقط من نظر جمهورك، صح ولا غلط؟ يعني خرجت. يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي بثلاثه صاغ ما تزوقيني. خلاص افتح صفحه الاقصر. صفحه الاقصر قلت هجيبه. ماشي هجيب ماما تزوق قدامي. يا بروتا معاكش فلوس يا بروتا؟ افتح القناه المحليه المية بتاعتنا. كل برضو حاجه برضه القناه المحليه مية. كل حاجه على الهواء يا جدع. انت اتجننت؟ ايه ده انا بقول كلام. اي يا بروتا في ايه؟ ايه اللي خرجت وما خرجتش وبتاع؟ افتح القناه المحليه المية بتاعتنا يا جدع. مية ايه؟ بقول لك عندي 8 9 قنوات. هات لك تلفزيون نظيف واتفرج على تلفزيون. انت تلفزيونك نوعه ايه؟ انا اديداس، اشيك تلفزيونات في العالم. اديداس؟ ايوه اديداس برباطين تحفه. يعني تلفزيون برباط مش بسلك؟ لا السلك بيكهرب يهبل. انت في حاجة اسمها تلفزيون اديداس وباتا؟ باتا ده بتاع جاتو هات يا حمار، ايه اللي دخل ده في ده؟ انت فين؟ انا فين ايه يا بروتا معقولة؟ انت سافرت فين؟ يا بروتا معقولة؟ يا نهار اسود. يا بروتا عيب، عيب. ده انت راجل نجم يا بروتا، معقولة ما تعرفش ان الأقصر في فرنسا؟ ما اعرفش يا أخي. ليه عمرك ما زرت الهرم خالص ولا مرة؟ هرم؟ أيوة أهرامات الجيزة بالأقصر. عمرك ما رحت اتفرجت؟ أهرامات الجيزة بالأقصر؟ أيوة الأربع أهرامات بتوعنا. عمرك أنت حيوان؟ انت حيوان. فعلا اربع اهرامات مش هم خوف وخفرع ومنقرع وحسام؟ يبقوا كام؟ حسام ده جه امتى؟ لا الله يرحمها ام منقرع ولدت سيزيريان. الدكتور وهو بيقفل بعد عنك في الهرم فالواد رفص رجل نزل. يعني عارف انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ ده تاريخ يا ابني، ده تاريخ. انت اخر مره زرت الاهرامات ما لاحظتش ان في هرمين ناقصين؟ ما لاحظتش. منقرع بقى راح الاقصر واستقر هناك. راح امتى؟ ده راح في اجازه نص السنه اللي فاتت مع مدرسته وقعد هناك. راح يتفسح؟ اه وفتح بازار وقعد، والاقصر خدته وطلعت فرنسا. اديك عرفت المعلومه من يعني دلوقتي. منقرع في الاقصر؟ اه. وحسام؟ لسه راجع امبارح من المنتخب مع مالي. عارف كانوا بهدلونا هناك بعد عني. يعني حسام لسه راجع امبارح؟ اه. منقرع فين؟ في الأقصر. وحسام اهو وصل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اديك عرفتي يبقى فاضل عندك ايه وايه؟ ايه بقى؟ خوفو اه وخفرع. ايوه ده ايه؟ خوف. وده ايه؟ خفر. قناة السويس بتعدي بينهم. ايه كده؟ انت مش مصدق انك حيوان يا بروتا؟ من غير انفعال ابوس رجلك. انت مش قادر تقتنع ان الأقصر في فرنسا اقنع. بلاش بلاش. اخر مره زرت الاهرامات زي الناس ما بتزور امتى؟ في العيد اللي فات. حلو، يعني اكيد اتفسحت زي الناس ما بتتفسح في العيد وشم النسيم. عادي صورت جنب الهرم، اجرت جمل، اجرت كاريتا، ركبت تمساح وقعدت تجري بيه في الجبل. يا حيوان. يا حيوان. انا مش عارف انفعالك ده اخرته ايه. انا اركب تمساح؟ العالم بتيجي من اخر البلاد تاجر تماسيح ودرجن درجن درجن عادي. انا ادفع فلوس عشان اركب تمساح؟ صعب. 20 جنيه لو ليك قريب في السياحه.
هو التمساح ده مش اللي بقه بيعمل كده؟ ايوه بقه بيعمل كده وليه ديل وحرفيش وضرب نضاره شمس 24 يعني هو ايه يا بروتو في ايه؟ تمساح ايه ده؟ انا مربي اتنين عندي في الهرم كروكودايل مربي تمساح ومربي جمل يا سلام عندي الاتنين حتى الجمل بتاعي اول امبارح باض جاب لي جمل صغير محتار اسميه ايه؟ فلو تيجي معايا تسميه يبقى نبك فيا ثواب بعد اذنك جملك باض؟ ايه المشكلة؟ هو مش الجمل ده من الثدييات؟ ثدييات؟ امال الريش اللي على جتته ده كله ايه يا بطل؟ انت ما بتسمعش الراديو الصبح الجمل بيدنكو كوكوكو في الفجر هم غيروا الاغنيه؟ لا هم لغوا الديك بعد عنك انت ما عندكش خفيه يا نهار اسود يا بطل طب اثبت لك ازاي اذا كنت بلاش تاهت ولقيناها ايه بقى اللي تعالى إيه؟ احنا كان عندنا اربع اهرامات ده كان عندك انت طب كمل انت بقى مع نفسك وهشوف اللي عليك خلاص خلاص خوف وخفرع ومنقرع وحسام كان بيحرسهم تمثال جسمه جسم اسد وشه وش بني ادم ابو الهول ابو الهول يا نهار جهل شباب جهل طبعا يضحك علينا الناس ليه 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 ما اسموش ابو الهول يا حبيبي امال اسمه ايه اسمه ابو رامي معروفه في كل الدنيا يعني ابو رامي ايوه بروتا ده طيب ما قريتش مش هم فكوا رموز حجر مدحت ولقوا ان كل حاجه فيها مدحت هم لغوا رشيد زمان جدا ايه يا فروطه في ايه؟ انت بتعرف ناس زباله شوف انت بتنفعل ازاي؟ طب بلاش تاهت ولقيناها هي تايهه على طول بس تعالى بقى ايه؟ نهر النيل بتاع مصر امال بتاع العصير؟ طبعا بتاع مصر الحمد لله نهر النيل بتاع مصر اهو من غير ما تزوقين يا ماما انا مبسوط من انا مبسوط الحمد من. لله ركز بقى عشان نختصر الليله دي يا راجل نهر النيل الابيض المتوسط ده يا حيوان انا كل ما اكلمك بتخطئ نهر النيل الابيض المتوسط كام فرع فرع ايه خساره على جهل الشباب مش دمياط ورشيد وسطناوي وشامله يبقوا كام يا اكسلانس اربع فروع هي سلسله محلات بروتا انت جاهل انا اللي جاهل طبعا جاهل قول لي بقى انك ما تسمعش عن مذبحه الاقصر 86 بفرنسا مذبحه الاقصر 86 بفرنسا ما سمعتش عنها فين دي يا خساره خساره يا بلد يا خساره 35000 شاب من شباب بلدك راحوا في مذبحه الاقصر وانت نايم على ودانك في فرنسا 35000 شاب 35000 شاب راحوا في فرنسا في مذبحه الاقصر 86 وهم بيهدفوا الاقصر بلدنا بلد سواح هي دي كانت مذبحه ما سمعتش عن محمود رضا باشا زعيم المذبحه هو ده كان زعيم يا نهار اسود ده انت نايم في غيبوبه انا فاكرها رقصه يا ريتها نجحت يا ريتها نجحت امال ايه اللي حصل فشلت فشلت مذبحه الاقصر 86 بفرنسا عمي 34999 راحوا ما فضلش منهم الا انا الحمد لله انك عايش وكان لازم اهرب ورحت حته هولندا ايوه خلينا في هولندا خلصنا من أم فرنسا! إيه؟ إيه البلد دي؟ دي بلد سخيفة! ده أنا كرهت الشانزليزيه وإيفل! إيفل مرمي في بولاق أبو العلا هنا بقى له أربع أيام لو عايز تزور. الحمد لله خلصنا من فرنسا. خلينا إحنا في هولندا. اتبهدلت يا بروت. عشان أعدي من الحدود البرية من فرنسا لهولندا مرمطوني في مطار ألماظة. بهدلوني. كان في جيبي 37000 لالالالي خدوهم كلهم لالالالي دي عملة طبعا كان معايا 37000 لالالالي لالالالي ولالي ولالي لا ده انت مليونير كده وحوالي ما يوازي 5000 زلوط زلوط ما سابوليش زلوط واحد اجيب بيه سندوتش دي عملة يا زلاليت طبعا دي عملة سخيفة قوي يا بروتا انت مش ما سابوليش حاجة اجيب بيها سندوتش زدق حتى من علي عربية يا اكسلانس مرمط اتمرمط الحمد لله انك رحت هولندا نزلت هولندا اوصف حالي لفتها خرم لا من غير اخرام ابوس ايدك ولا كفاح وصفها بس كده ها ما خليتش امستردام لهاي المهندسين اوترا انت مفاعل قوي يا انت حيوان شوف انت امستردام المهندسين لهاي ازاي المهندسين دي انت اللي بتقول لي يوصف لي محافظات هولندا ازاي المهندسين انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش مهندسين خرجت من فترة خرجت مهندسين خرجت النبي خرجت خرجت مع مين؟ مع جدتها مين جدتها دي؟ العجوزة
يعني عشان تخرج تاخد حد كبير من العيله. واللي سيبها تهيس كده في هولندا. طب وما راحتش ليه مع اخوها الصغير؟ مين فيهم؟ شهاب. كانش ينفع. ليه؟ عيبه ايه شهاب؟ كان عنده دوره رمضانيه هو ومصدق ومحي الدين، يعني كان فيه دوره شيء يلعبوا كلهم كوره. عشان بهدله يا برد. في هولندا حضرت واحده من ابشع المذابح الدمويه اللي ممكن تشوفها. مذبحه المهندسين 86 بهولندا يا برد. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا. انا ملاحظ ان ال 35,000 شاب بيروحوا في كل حته. ده رقم محدد للمذابح؟ لا يقل ولا يزيد. انت رياش. 35,000 شاب من خيرة شباب البلد اتاخدوا غدر يا بروتا. خلاص خلاص بقى. 35,000 شاب راحوا مالهمش ذنب، دول كانوا بيضربوا مانجا قدام فرغالي مش في دماغهم يا. هو فرغالي خرج وخد المانجا. كل حاجة، المانجا، الجوافة، الموز باللبن، الخرطوم اللي بيرش بيه الكوبايات اتاخدت يا بروتا. كوبايات والناس تشرب ازاي؟ انت وكفك بقى، كف بنص جنيه، كف بجنيه وربع، كف باتنين، حسب السعه الكفيه بتاعتك. والكف ده بكام؟ ده عايز قرض من بنك ناصر ده عشان تشرب بيه مانجا. ليه فرغالي يعمل كده؟ مرمطه مرمطه مش قادر اقول لك. تخيل انت تبقى واقف وجنبك صاحبك فجاه ما تلاقيهوش، الواد يبقى واقف ياخد الطلقه في صدره، عصير الرمان ينفر. يا منظر. لا 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 لا، ايه المنظر ده؟ منظر بشع. جسمي ارعش خالص. بشع. تخيل تبقى واقف وجنبك صاحبك زمزميه واحده، جربنديه واحده، عيش وفجاه ما تلاقي. بس 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 يا القصه واضح انك اسيت. بس خلاص فرفش بقى. وحشوني قوي اصدقائي. مين دول؟ الله يرحمهم. مين هم؟ انا فقدت 2.5 من اعز اصحابي في المذبحه دي يا ابنط. 2.5؟ هو انت بصاحب ساعة؟ والاستيك عايش ولا ايه؟ فاكر التاريخ الاسود ده زي ما يكون امبارح. تاريخ اسود يا بروتا. انت ليه بس بتقلب على نفسك المواجع؟ اه فرفش بقى وانسى. 21 21 21 تاريخ اسود يا. ايه الرقم ده؟ 21 21 واحد. ما تحط لها قص 2 بالمره. مش قادر انسى. كانت الساعه 2 بعد نص الليل والشمس ضاربه في دماغ الرجاله وهم واقفين بالسلاح. حيوان حيوان كبير. ما بقول لك كده يا بروتا. وكان يوم جريس، انا فاكر انه كان يوم جريس. يوم ايه؟ الساعة 2 بالليل. يوم بعد ايه؟ يوم كان يوم جريس. ايه اليوم ده؟ كان يوم يا بروت. ايه يوم الجريس ده يعني؟ يوم. ايه يوم دي يعني؟ إيه يوم يوم من ايام الاتمون عادي يعني. اتمون؟ ايه الاتمون ده؟ الاتمون اللي فات، الاتمون اللي جاي، اتمون يعني. انا بقول ايه يعني؟ ايه انا مش فاهم حاجة. ما عنديش خلفية. انت ما تعرفش ان الاسبوع زاد يوم فبقى اتمون ولا ايه؟ ليه كده؟ زاد من فترة، زودوه من فترة يا. ازاي؟ سبت، حد، اثنين، تلات، اربع، خميس، جريس، جمعة. ده زاد بقاله كتير جدا. يعني بين الخميس والجمعة جريس؟ اه. وبين السبت والحد حسيس؟ اه. يا نهار اسود. ويا ريتها نجحت يا بروتا. امال ايه؟ فشلت. في داهية. 34,999 راحوا وما فضلش منهم الا انا. وانت بتفضل ليه يعني؟ يعني ليه انت بتفضل؟ بستخبى ساعة الضرب، انا هقف. وكان لازم اهرب. رحت حتة. رحت فين؟ مركز شباب روسيا. دي جديدة دي. ايه جديدة في ايه؟ يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب روسيا، مش كان في الاتحاد السوفيتي السكندري واتفتت؟ انت قصدك روسيا يعني؟ ايوه. وهناك حضرت واحدة من ابشع المذابح اللي ممكن تتخيلها. كلهم مذابح. مذبحة الغردقة 86 بروسيا. انا عندي سؤال واحد وخلاص. يا حبيبي. في حاجة فاضلة في مصر؟ ولا البلد هجت؟ لو ليك حد عند كوبري طوخ الحق زوره. رايح فين الكوبري؟ طلع ابو النمرس بعد بكرة، محدش عنده خلفية خالص. يطلع بالسلامة. نزلت روسيا. عارف يعني ايه الجبهة في روسيا؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه تنزل الجبهة في روسيا وانت اعزل ومعكش سلاح؟ ايوه. الطبيعة يعني في روسيا ما هي الا مجموعة جبال صخرية، رملة، صحراء، صبار، منجنيز، صوديوم، معادن، مفيش لقمة تاكلها ولا درجة الحرارة جهنم الحمراء طول السنة، 50 تحت الصفر. يا حيوان! مفعل ليه؟ درجة الحرارة جهنم الحمراء 50 تحت الصفر. طبيعة قاسية. يعني الجو هناك برد نار. الجو برد نار. يا نهار اسود. طبيعة قاسية يا بطة. يعني أنا لو ما لبستش بلوفر
فرعرع. تموت تموت يا بروتا. نزلت الجبهة في روسيا فراغ نخل صبار جمال حيوانات متوحشة صحراء جرداء معيش لقمة أكلها ساعة اتنين تلاتة مش لاقي حرب. يوم فين الحرب؟ يوم الجريس ده ويك اند حرب. هو يوم اسود. قعدت يا بروتا عدى عليا أربع أيام من غير لقمة أكلها في الجبهة هموت يا بروتا. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. اضطريت. اضطريت ايه؟ اضطريت اني اكل التفاحه لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. كلت ايه انت؟ كلت التفاحه لغايه اما الرجاله. تفاحه ايه؟ تفاحه ادم لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. بس كلت تفاحه ادم؟ ما لموت يعني؟ متزوقين يا ماما بياكلها؟ في الزنقه بس. بعد ما كلت تفاحه ادم يا برو طريقي نشف حطب ثلاث ايام من غير نقطه ميه على الرمله تلحسها حتى. هتش هموت من العطش يا بروتا. عملت ايه؟ الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت يا بروتا. ايوه اضطريت اني اعصر قصبه رجلي وشربت شوب عصير قصبه رقبه. يعني انت كلت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلك؟ ما لموت يعني؟ يعني انا لو جهت اكل لحم كتافي. لازم تتصرف. خبيش عليك يا بروتا بعد ما كانت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلي عارف التريحه اللي بعد الغدا دي؟ ايوه الواحد بيتقل بعد. افتكرت ايام زمان لما كنا انا وانت نقعد فوق السطح وندندن للست الله يرحمها ام كلثوم. اصيل يا واد. ترميت على السرير ولعت الاباجوره كان فيها شجره موز قطفت تفاحايه وقعدت مع نفسي بقى كده. عارف انت العيشه اللي مع نفسك دي؟ في الصحراء. طول عمري بقول قصر اندمجت قمت مطلع طبله ودني بقول انا قد يا ريتني كنت معاك. يا ريت يا بروتا. والله كنت طلعت زمارة رقبتي وعملنا فرقة. متعة. والله متعة. متعة. والله كانت هتبقى فرقة كده. مش قادر أقول لك يا بروتا. قاعد أدندن أنا ومش مدي إخوانا يا بروتا وعمال أفتكرك وأفتكر الأيام الجميلة وفجأة سبع كتايب مشاة ميكانيكا مسلحين داخلين عليا. الحرب بدأت. وأنا أعزل يا بروتا معيش سلاح. أيوه. لو طلوني هيقتلوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. قمت مطلع سلسلة ظهري وملوش ليهم بقى. حلو حلو. ما خليتش يا بروتا. أيوه كده قول آسف. أسكت. أوعى تستسلم. قاموا باعتين لي أربع عربيات مدرعة وأنا على رجلي يا بروتا. لو جريت هيلحقوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. افتكرت المثل اللي بيقول لسانك إيه؟ حصانك. قمت راكب لساني ودرج الدرج. الله أكبر. الله اكبر. طيران. اوعى تستسلم. انا لو وقفت هموت. ايوه. وانا راكب لساني لقيت نفسي بلق كده حار. يا نهار اسود ما معكش الجام. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. طلعت حبل افكاري في ثانيه وعملت رجام يا بروتا. حلو. لغايه ما لقيت مدفع رشاش. مسكته بعتوا لي 7000 طياره مروحيه وانت عرفتي سائق طائرات. ايوه عارف. كنت نازل نص ركبه عملت سكور تحفه وقعت 1000 طياره. ايوه. بس يا خساره. جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. الكمبيوتر كتب جيم اوفر. يا ريتو كتب جيم اوفر. امال كتب ايه؟ هنج الكلب مع اخر طياره داخله عليا. الكونكشن عمل انفكشن في البرودكشن بتاع الماتش. عارف انت العيال دي؟ ولا يهمك. على فكره اولاسه. يا حبيبي انا مش عايزك تزعل. انا زعلان. لا 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 معلش اللي حصل ده ممكن يزعلك. بس لعلمك انا استفدت. لازم تستفيد من تجارب الاخرين. والله استفدت يا ناس. بني ادم ما هو الا مجموعه تجارب. ايه ده؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ ياه انا من هنا ورايح اقول اسا هشيل فلوسي في البنكرياس. لا انت كده بتستعبط. اسمح ليه؟ لي انت بتستعبط. اسمح لي. ليه البنوك بتتقلب والناس بتاخد قروض وتفلق على بره ما يبقاش ابني على كتفي ادور عليه. ثروتك مفيش حد يطولها الا ايدك. لازم. طب انت بتتصرف ازاي؟ انا كل ما املك في جيوب الانفيه واعمل لها كوتش كده هات اصرف بعزق خلاص الموضوع اتحل يا بروتا. خلاص خلاص ده موضوع خليها في جيوب الانفيه يعني. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ إيه شكلي كويس زي القمر بس شعرك منعكس شويه. طب تسلفني مشط رجلك اسرح بس بسرعه. انت هتهزر بقى في الكفاح ولا ايه؟ لا والله بس عايز اسرح. ويا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل لها؟ فشلت. 34999 راح وما فضلش منهم الا انا. انت بتفضل فيه؟ وكان لازم اكت. رحت حته قلت اروح الكبيره ادمرها واجيب عليها واطيها. ايه الكبيره؟ وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. بس اخرس. الولايات المتحدة الأفغانية.
أفغانيتي قصدك الأمريكية؟ كانت أمريكية لحد 11 سبتمبر، بقت كفتة يا معلم، انسى بقى خلاص الهاكس ده. خلاص انسى الكلام ده دلوقتي. بس في مذبحة قاسية هناك يا فرطة. أنا عارف يا عم، اسكت، ما راهمش حاجة غير إنهم يضربوا في طالبان. بعد عنك، وبيرفضوا بقية المدرسة، ربنا يتولاهم. ماسكين في طالبان وسايبين الطالبات، أنا مش عارف. أنا مش عارف بيعملوا كده ليه يا بروت، أنا قعدت مع الراجل هناك مش عارف. لا أنا عارف، أنا عارف. ليه؟ بيقولوا إنهم لقوا الدليل على بن لادن. دليل إيه؟ دليل إدانته. لقوا إيه؟ لقوا بصماته. فين؟ على قفا بوش. الله. بس للأسف يا بروتا. إيه؟ هناك كانت نهايتي. الحمد لله. تقبض عليا. تقبض عليك؟ تقبض عليا هناك. فين؟ تقبض عليا هناك في أمريكا. أيوه، فين في أمريكا يعني؟ في المباحث الفيدرالية الأمريكية، WCC. بص يعني إيه WCC؟ ودخلوني المعتقل، وهناك قابلت راجل الله يسترها معاه، لولاه كنت اتسحلت. مش قادر أقول لك لولاه كنت اتسحلت. مين ده؟ الجنرال جورج قرداح. شخصية الله يسترها معاه، هو اللي نجدني يا بروتا. في الام بي سي؟ لا، في ال WCC. انت ايه؟ وانا دخلت المعتقل يا بروتا. وقعدوني على جهاز كشف الخبز. خبز؟ خبز سينو ولا بلدي؟ قعد. دخل عليا الجنرال. ايوه. قال لي مساء الخير. مساء النور. شو اسم الاخ؟ بروتا. جيت لوحدك ولا معك مرافق؟ مع المدام. معك شو اخ بروتا؟ اطلقها يا باشا. اخ بروتا بنسالك 15 سؤال، توصل معنا للسؤال 15 تربح المليون وبنفرج عنك. ها تفرق، هو انا هنا معتقل؟ اذا كان بدك تردنا كنت بترد علينا انك بعت خالص. بتبغى حاضر. مش كنت بتهزم تعجم مش النهائي. انت بتردح لي مش قرداحي. خلاص جاهز؟ جاهز. السؤال الاول، شوف انت بقى تبقى رايح معشن نفسك ببريزه ولا حاجه، تاخد القفه ده تنسى اسم امك، هترد على ايه؟ ليه كده؟ رعب وفزع بعد عنك، واضاء غير تبريق. ايوه حاضر. دي اخر مره بتمسك خالص خالص. بس ده مع السؤال الاول. السؤال الاول. ايوه. شيء 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 شيء. انا كنت فاكرها دي والله، خدناها في تانية تالت. شيء دي مفيش اختيارات؟ ما بشهدني خالص. شيء معدني يطير في الهواء، له جناحان، بيسوق طيار، اسمه طيار عشان ما اطولش عليك. السؤال. ايوه. ما اسم هذا الشيء اللي اسمه طياره يا طور؟ ايوه مفيش اختيارات؟ بعطيك اربع اختيارات. كتر خيرك. سيب الحش، انتم مش الحين طاره غير مش نقول ولا غاره شيء مش عندك طاره. محمد منير. سيرفيس عندنا بحاره. سيرفيس غاره. سيرفيس غاره. الاجابه رقم محمد منير. اجابه صحيحه.